الرحمن الرحيم. السلام عليكم. مادة التحليل الاقتصادي الكلي سنة تانية تمهيدي ماجستير اقتصاد. المفروض ان احنا المنهج كان كالتالي، اللي احنا اشتغلنا مع بعض خلال الترمين. اول جزء منه اتكلمنا فيه عن النظرية الكلاسيكية، سواء افتراضات مضمون النظرية الكلاسيكية، النموذج الكلاسيكي الكامل، الانفصام الكلاسيكي، الانتقادات الموجهة للنظرية الكلاسيكية. وبعدين ابتدينا في النظرية الكنسية، سواء كان سوق العمل، سعر الفايدة، الطلب الفعال. ومن خلال التحليل الكنسي تطرقنا إلى توازن القطاع الحقيقي اللي هو كنا بنسميه اشتقاق منحنى دري، وتوازن القطاع النادي اشتقاق منحنى سنون أو LM، التوازن في النظام الاقتصادي ككل. اتكلمنا بعد كده على مستوى الاقتصاد المغلق، السياسات المالية والنقدية. اتكلمنا على أثر السياسات المالية في ظل الاقتصاد المغلق، أثر السياسات النقدية في ظل الاقتصاد المغلق، فعالية السياسة المالية والنقدية، مدى إمكانية التنسيق ما بين السياسات لتحقيق أفضل نتائج ممكنة. بعدين ابتدينا نخش في التوازن في اقتصاد مفتوح اللي هو في تعامل مع العالم الخارجي. اتكلمنا على التوازن في ظل الاقتصاد المفتوح، اتكلمنا عن المعضلة الاقتصادية واللي بتواجه صانع السياسة، المرونات المختلفة لميزانية المدفوعات، فعالية السياسة المالية في ظل سعر صرف ثابت مع تدخل البنك المركزي للحفاظ على ثبات سعر الصرف، فعالية السياسة النقدية في ظل سعر صرف ثابت مع تدخل البنك المركزي للمحافظة على ثبات سعر الصرف، أثر التغيرات الرسمية على سعر الصرف، تخفيض أو رفع سعر الصرف في ظل سعر صرف ثابت، فعالية السياسة المالية والنقدية في ظل أسعار صرف مرنة، سواء كان فعالية اتكلمنا على فعالية السياسة المالية، فعالية السياسة النقدية في ظل أسعار صرف مرنة. ده بالإضافة للبحث اللي تم تكليف الباحثين بيه وجاري تسليمه. وشكرا، التوفيق إن شاء الله يا جماعة.